لك شكرا لحضورك. ميرسي، رح نتابع اكيد هذا الملف. نادية امين تابعنا قصتها من اسبوعين بالبرنامج. نادية اتصلت فينا وبلغتنا انها قررت تنتحر على العيد، كانت واصله لاعلى درجات الياس، واخر شيء عرفناه عن نادية انها كانت مضوايه شمعه وعم تطلب من ربها وتصلي انه ياخذها لإلها، بدها تفل من هالحياه وعم تقول له لربنا خدني لعندك لحتى ترتاح من حياتها. شو صار بنادية اليوم من بعد ما التقينا فيها؟ هل استسلمت للموت او قدرت تلاقي فسحة امل بكل العتمة يلي هي عايشة فيها؟ رح نتابع سوا. عشرات الاتصالات بتوصلنا كل يوم ولكن ولا مرة تلقينا هيك اتصال وهيك مشكلة. قدرت اعمل مفاجأة للكل، عيد الميلاد. هل الواحد ينتحر لعيد الميلاد؟ تعاطى مخدرات. انا كنت بس اعصب بس ما ازح، كنت انا اذي حالي. انا عملتها مرتين وانا حاطه براسي التالتة حتكون فيه. في عالم بيطلبوا منه انه يشفيهم، انا عم بطلب منه بس يريحني من الحياة كلها. ولكن قصتها بدها متابعة قبل ما تقدر تبلش الشغل، متابعة صحية، متابعة نفسية. نحن رح نشتغل على تأمين هيدا الموضوع لإلها. هيدي كانت حالة نادية بأول زيارة رحنا فيها لعندها، فكان من الضروري نتابع حالتها وما نتركها. نادية، أنا اليوم جاي لعندك كنت مين نروح هيك نمضي النهار اليوم، ما بعرف شو بده يصير معنا. يمكن نجرب نحن إنه نساعدك بطريقة، بس أنت بدك تساعدينا. أنت جاهزة إنك تساعدينا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شو صار؟ ليلة راس السنة؟ كنت عم طنط ليندا وجيت وقررت تكون هي، بس ما عم تزبط معي. شو عملتي؟ شربت سام. شو بدي اعمل؟ خلص ما بدنا نحكي عنها، ما بدنا نعصب، اوكي؟ اليوم رايحين بدنا ننبسط. بدنا ننبسط؟ ايه؟ المحطة الأولى بنهارنا الطويل كانت عند الدكتور باسكال رعد، الطبيب والاستشاري النفسي. لأنه نادية بحاجة تحكي مع حدا يستوعب حالتها ويعطيها العلاج المناسب. أنا بنحكي لحالنا وبناخد وقتنا أكثر، بنحكي تفاصيل شوي. حالتها لنادية حالة معقدة، فيها كذا شق. في عنا أول شيء شق التعاطي والمخدرات، في عنا اضطرابات الشخصية اللي هي قديمة عندها وأدت لكل هالمشاكل مع الأهل والمشاكل بالمجتمع ومع النظام، مع السيستام المهني كله اللي ما عم تقدر تقلع فيه. هلأ كل هودي ولدوا الاكتئاب وشعور الانتحاري اللي موجود عندها واليأس المطلق. نحنا كتير تشجعنا بحضورها على العيادة وطلبها للمساعدة، وهيدا بيدفعنا انه نروح معها بذات الاتجاه عبر علاج بالدواء ضروري. وعلى ناحيه الشخصيه اللي هي بدها جلسات نفسيه اكثر، اكيد المشروع كثير كبير. المشروع اذا بدك مكلف من الناحيه الماديه تجاه الادويه والعلاجات، بس انه بدنا نجرب نساعدها قد ما فينا لانه ما بتنترك وعمرها حساس شوي. بدك تعتبري هي هلا بال 44. نادية الى فتره طويله ما طلعت من البيت ولا اشتريت ثياب، لهيك تابعنا مشوارنا وعملنا أحلى شوبينج. لأنه المظهر شيء أساسي عند المرأة، تحسين نفسية نادية ببلش من شكلها الخارجي.
كثير حلو. بشو انبسطت اكثر شيء؟ صبغت شعراتي، هو اكثر شيء انبسطت فيه الحكي. حكيت شيء، حكيت مع حدا، حدا سمع. ونزلت على بيروت كذا درب وجيت عند الحلاق عملت النيو لوك. اهم شيء كيف طفينا الدرج بالستة. كم درج طفينا؟ ثلاثة. أول ما أوصل على البيت بطلع عند مونت ليندا وأرجيها شكلي جديد وأرجع أنزل عند موني. فرجيها للنيو لوك. نادية الحياة أحلى من هيك، بس يمكن أنت ما صار لك تشوفيها إلا من ميلي وحدة. هيدي كانت آخر جملة توجهنا فيها لنادية بالحلقة الماضية، وكان وعد منا أنه نساعدها بالرغم من كل المشاكل وكل الصعوبات بحياتها، بالرغم من أنها حاولت تنتحر 3 مرات وآخر مرة كانت ليلة رأس السنة. بس نادية بتحب الحياة وهالشي كان واضح كتير من تجاوبها معنا من الأول، وكانت عم توثق فينا وكيف راحت معنا من دون ما يكون عندها أي فكرة لوين رايحين وشو رايحين نعمل. قلنا لها مشي معنا، مشيت دغري بكم شغلة بسيطة. قدرت نادية أنها تضحك، قدرنا نشوف ابتسامة وفرح لشخص كان من يومين قرفان من حياته وعم بجرب أنه يخلص من حياته، بيقول له لربه خدني لعندك. فرح نادية منه لأنه جابت ثياب جديد وعملت شوبينج وزبطت شعرها وضفيرها وزبطت شكلها. فرح نادية هو لأنه حست أنه في حدا سمع لها، حدا اهتم فيها، حدا حبها، عطاها اهتمام. وقديش في مثل نادية كتير بحياتنا ما بنسمع لهم، قديش كتار منكم أنتو نادية وما في مين يسمع لكم. أول خطوة عملناها لنادية أنه تحب حالها، تحب حالها أول شيء وبشكلها الخارجي خاصة لترجع تحب حالها من جوا. الريلوكينج هو بس كرمالها، كرمال نفسيتها، كرمال ترجع تحب شكلها، تحب حالها، حتى بعدين تعرف تحب الحياة وتحب الناس. خليها نادية تكون عبرة لكل شخص ما بقى بده شيء من هالدنيا، يمكن لكل شخص يأسان وما بقى عم بفكر ببكرة. السعادة ولا مرة بتكون بالإشياء الكبيرة والغالية، السعادة يمكن هي بأبسط لحظات نمرق فيها بنهارنا. ما نروح هيدا الوقت نحن وناطرين الإشياء الكبيرة، الإشياء الكبيرة بمعظم الأحيان وخاصة ببلدنا ما بتجي. نادية نحن بلشنا معك مشوار رجعتك للحياة ورجعتك للفرح، ومثل ما بلشنا هيدا المشوار نحن رح نتابعه معك من خلال العلاج النفسي والدواء يلي انت بحاجة لإله مع دكتور باسكال رعد مكملين. وأكيد رح نضل على تواصل نحن وياك لحتى تصير منيحة ولحتى انت تبطلي بحاجة لإلنا.